نواصلوا باقي المكالمات معنا. يسرى من مارتيل. الو، صباح النور. صباح النور يسرى، لاباس عليك؟ لاباس عليك، بخير الحمد لله، الله يبارك فيك. شرف انني نشارك معكم. شرف متبادل، مرحبا بك يسرى. ربي مرحبا، ربي يخليك لالا. الله يبارك فيك. عندي اقتراح اذا كان ممكن. ايه، عندي بغرير بالليمون. واخا، بالنسبه لهذا البغرير فريمون ما كيجيش بحال العادي، والنسمه ديالو كتجي مختلفه كثير وخفيف اون ميم طون. واخا، عندنا جوج كيسان ديال السميده الرقيقه ديال العنبه بالحق ما نعمروش بزاف. واخا، كاس ديال الطحين. ايه، رشه ديال الملح. ايه، معلقه صغيره ديال الخميره حبيبات. واحد الخماره، قشور برتقاله وعلى عصير ديالها، البرتقاله تكون شويه مزيانه ماشي صغيره بزاف. ايه، وعندنا من جوج كيسان ديال الماء حتى لجوج كيسان ونص على حسب كل وحده تشوف عينها ميزانها. فعلا، ايه، حيت السميده كيف ما كان الحال كتختلف من كل ماركه للاخرى. كنخلطوا هاد المكونات كاملين وكنخليوه يرتاح فقط 10 دقائق. صافي، كنخليوه يرتاح 10 دقائق وكيطيب فريمون، كيجي بنين، كيجي فيه ديك التنسيمه ديال الليمون. ديال الليمون، نغيرو شويه، الله يعطيك الصحه. هو ساهل وفي نفس الوقت اقتصادي، وكيوجد يعني الواحد واخا يجي عنده الضيف حتى لاخر لحظه كيقدر يوجدو في اخر دقيقه، ما كياخذش الوقت نهائيا. واخا، الا كان ممكن عندي اقتراح اخر. ايه تفضلي. عندي كيكه بالشكلاط. لهاد الكيكه كنحتاجو كاس ديال السكر، كاس ديال العنبه. ايه، بحالو زيت، يعني كاس ديال العنبه زيت. كاس حليب، ربعة د المعالق كبار ديال الكاكاو المر. ايه، وواحد فاني. كنضربو هاد المقادير كاملين وكنحتفظو منهم بكاس قل ربع ديال العنبه، كنخليوه اباغ. واخا، هذا كنخليوه اباغ. كنرجعو للخليط ديالنا، كنضيفوا ليه كاس قل ربع، لا داك لا قاس قل ربع كنخليوه، عفوا كنضيفوا ليه جوج بيضات. ايه، وكاس ديال الطحين ونص، توجور كنعبروا بير ديال العنبه. ايه، وجوج خمارات. كنخلطوا هاد المكونات كاملين وكندخلوها للفران. ايه، اون فوا كتخرج من الفران كنغطيوها بهذاك كاس قل ربع ديال لاصوص الشوكولا اللي كنا خليناها اباغ. وكنزينوها حسب الرغبه، سواء فيرميسيل الشكلاط، سواء لي ديسير، سواء اللي كان عندك في الدار. ايه، حاجه بسيطه وكتكون زعما في المتناول ديال الجميع. تبارك الله عليك يسرى، ربي يخليك. نتمنى ان شاء الله ما تكونش اخر مشاركه. اكيد ان شاء الله، احنا في انتظار اقتراحات من عندك. مشكوره جدا يسرى من مارتيل، تحياتنا لك. بارك الله فيك، صباحك مبروك.